بسم الله الرحمن الرحيم. أجواء العيد هذه الأيام تعيش محافظة الجوفة أوضاع صعبة، خاصة مع ارتفاع الأسعار وكل شيء أصبح دبل، يعني للأسف الشديد في الأسعار في ظروف صعبة، في خاصة ونحن نعاني من الحروب ومن الصراعات وعدم وجود يعني مصادر دخل للمواطنين، وأيضا مع المحافظة الجوف يعني خاصة مركز المحافظة أصبح منطقة مكتظة بالسكان والنازحين. والأسعار والله خيالية، يعني العيد سيكون فقط عيد العافية، يعني سيء وأيضا ظروف صعبة عند بعض الأسر وخاصة الذين لا يجد لديهم دخل، فكيف المواطن الذي يستلم 60,000 ريال؟ أجواء العيد يا أخواني كما ذكرت لكم يعني صعبة وقاسية في ظل غلاء الدولار وفي ظل ظروف الحرب وفي ظل التجار ما يرحموا حد ولا في لهم رادع يردعهم، فما فيش رحمة إلا من رحم. كيف وجدت أسعار الملابس؟ ما هو أنا وجدت أسعار الملابس في رمضان، في رمضان معي حوالي 16 جاهل كسيت حوالي 8، ووعدت الباقين لا عرفه والله ما استطعت أكسي نفسي حتى، فسنكتسب الكسوة الذي معانا حق عيد رمضان إن شاء الله. كيف الأسعار؟ يا أخي غالية نار جنان، الأسعار غالية جدا 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 جدا، لا أقدر كشتري بدلة أولادي لا بعيد رمضان ولا بعيد عرفة، احنا على ما احنا عليه. كيف الأسعار؟ الأسعار خيالية، إن بتروح من الأسعار تجي يقول لك البدلة بكذا كذا وانت ما دخلك من فين. الآن لا عيد يعني لا أضحية ولا لحم العيد ولا بدلات ولا أي حاجة، نسأل الله يجمع لنا العافية فقط. والله نستقبل العيد بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح لا أقل ولا أكثر، يعني لأنه هنا ظروف الناس صعبة جدا، خاصة والمؤسسة العسكرية والأغلب في المناطق هذه هم عسكريين لم يتم تسليم رواتبهم، كذلك المحافظة تكتظ بالنازحين، يعني غالبا 90% من الأسر الموجودة في المحافظة تعتمد على الدعم الإغاثي المقدم من المملكة العربية السعودية، سواء من حيث كسوة العيد لبعض أسر الشهداء أو من حيث المواد الغذائية لا أقل ولا أكثر، والوضع سيء جدا. نرجو من السلطة في محافظة المحافظة في الجوف من ضبط الأسعار، حيث أن المواطن يعاني من أزمة كبيرة، حيث أن الرواتب لا تسلم إلا في 3 أشهر، وأن الأسعار مرتفعة في الملابس في الحيوانات والمواد الغذائية في كل حاجة، والمواطن يعاني من أزمة خانقة من الرواتب ومن المعيشة اليومية. يعني نشتري يعني الأسعار مع يعني حد مع زرة تاجر يشتري ب 160-170 المعياد، والضعيف اللي ما معه معاش وهو محتاج ما يقدر يشتريها من الغلاء، واحنا نحب الأرباح من شان التجار والأهل الرتبة القوية هذا يسلموا فلوس واجدة ما نبيع لهم من شان الربح الكثير، والمسكين ما طبعا نبيع له من شان احنا معه معاش نازح ولا معاش ما من أبو فايدة، واحنا ندور اللي منهم فايدة، وذلك باش معي أقل كبش معي 160 ولا أنا بعنا لبيتين 180 أصغر كبش يعني ب80,000 كنت أصغر كبش ذي عادة ما قدر 3 أشهر ذي عادة ما اسمه، واحنا نفكر بالمسكين النازح اللي معه معاش ما يجي إلا بعد 2-3 أشهر ما معه من التربية ولا الصحة ولا كذب الكذب اللي ماشي يدي جهلة ملابس ما فيش عاد المعاشات مقبوضة. طيب كيف تشوف أنت عملية الإقبال؟ عملية الإقبال نحن نقول إنه السلايق اللي ما معه عيشة إلا من المعاش حقه. عملية الإقبال على الشراء يعني هل الحركة الناس الناس بورة من ماشي معهم، السوق بورة ما نبيع إلا لابه الواحد تاجر ولا واحد معه وظيفة كبيرة من الذي يستلم ثلاث جحفة ثلاث فاقد، ولا المسكين ما يقدر يشتري. المسكين ما يقدر يشتري يعني تجوز عليه الصدقة. أصلاً ما يعني لأن ظروفها قاسية يا به يشتري الجهالة مصاريف يا كسوة يا عيد، بعضهم يشهد الله ما يفكر في المعياد، مع 50,000 مدينا له معياد، أقول له هو ذا واحد من خالي قلت روح ما عندي معياد هو من خالي، لأن حد معه بزلط بقبال يشتري قول له 150 قال حمل، وحد ماشي معه والكيلو ب 6,000 والله اليوم.